السلام خوتي وخواتاتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال ان شاء الله. الوصفه ديال اليوم هي الغريبه ديال البهلاق اللي كتجي اكثر من رائعه. ان شاء الله غتتبعوا الخطوات اللي في الفيديو من الاول حتى الاخر وغتولي ان شاء الله هي الغريبه المعتمده عندكم. الغريبه ديال البهلاق فيها الخدمه، فيها شويه الخدمه. الا بغيتوا ما تبقاوش تضربوا فيها تماره وما بغيتوش تضيعوا مع الوقت، من الاحسن توليو تعجنوها في العجانه. غير نتوما ما تعجنوهاش بهذاك الغانجو ديال العجينه ديال الخبز، نديروا هذا هو اللي غتعجنوا به. للمكونات وطريقه التحضير شوفوا الفيديو من الاول حتى الاخر وفرجه ممتعه. على بركة الله، بالنسبة للمكونات كنحتاج 500 غرام ديال الدقيق، نص كيلو، جوج خمارات، كاس ديال الزيت، كاس ديال السنيدة، 150 غرام ديال الزبدة بدرجة حرارة المطبخ، كاس ديال اللوز اللي جديت وحمرته في الفران ومن بعد طحنته بهذا الشكل. هذا ما يكونش منيل، ولكم الاختيار، كل واحد كيفاش كيبغي اللوز في البهلة. كاين اللي كيبغي منيل، كاين اللي كيبغيه يبقى طروفة، واللي ما بغاش يدير اللوز يمكن اللي يدير الكاوكاو، ماشي مشكل. وكاس ديال الجنجلان حتى هو اللي حمرته ومن بعد طحنته بهذا الشكل. هذا يمكن لكم ديروا النص مطحون والنص تخليوه هكذاك، ولكم الاختيار. وعندي نص معلقه ديال القرفه حتى هي. هنا قديت الدقيق، زدت عليه الزبده تكون بدرجه حراره المطبخ. هنا هذه العمليه مهمه، زدت شويه الملح، هي اهم خطوه في العجينه ديال البهله. غتشدوا الدقيق غتلبسوه مزيان بالزبده، حاولوا تتبعوا هذه الخطوه، هذه راه مهمه بزاف. هذه هي السر ديال النجاح ديال البهله. شي البهله ما كانتش غتجمع لكم، تبدا كتجمع قبل ما تضيفوا الزيت، هذيك راه ماشي بهله. حقاش هذاك النوع ديال العجينه اللي كيكون ناشف من بعد ما كطيبوه في الفران وكتخرجوه كتذوقوها بحال كتاكلوه في الدقيق طيب، وكتجي ناشفه ما كتجيش زوينه. اما البهله اللي كنوجد دابا هذه حاجه اخرى، خصوصا مع فيها اللوز والجنجلان كتجي زوينه بزاف. من بعد ما لبسنا الدقيق ديالنا بالزبده كنزيدو السنيده والقبصه ديال الملح، وكنزيدو مازال نخدموهم مزيان باش السنيده تطلق داك الماء ديالها حتى هي. صافي، ومن بعد كنضيف الخميره والجنجلان واللوز والقرفه، وكنبقاو على نفس العمليه باش هذاك الزيت اللي في الجنجلان واللوز يتطلق حتى هو في الدقيق باش يعاوننا على باش تجمع. من بعد كنزيدو الزيت، الزيت قسموه على ثلاثة المرات، كل مرة زدتو فيها الزيت كنلبسو الدقيق مزيان. هاهي هنا بدات كتجمع ليا، صافي حتى كنكمل.
صافي، هنا هي العجينة تجمعات ليا. الا كنتو غديروها في صينية عادية غتكوروها بهذا الشكل هذا وغتحطوها في الصينية بهذا الشكل. اما الا كنتو غديروها في الصينيه اللي خاصه بالبهله كتجيب هذا الشكل هذا واقفه، باش ملي كتدخل الفران كطيح. بالنسبه للطياب ديال البهله، بالنسبه للناس اللي عندهم الفران ديال الضوء ديال الفرفاره كيشعلوا الفران يسخنوا من قبل 170 درجه من 20 حتى 25 دقيقه. بالنسبه اللي عندهم الفران ديال الضوء اللي فيه الجريه الفوق والجريه التحت يشعلوا الفران غير من الفوق حتى يسخن مزيان ويدخلوا الغريبه ديالهم تبان لهم تشقات، يطفوا الفوقاني ويشعلوا التحتاني باش تطيب من التحت. بالنسبه للناس ديال الغاز راهم عارفين الطيب ديال اي غريبه ولا ديال البهله، غيشعلوا الفران مزيان غيخشيوها لتحت تبان لهم تفرقعات من بعد 10 دقائق يطلعوها الفوق باش تزيد طيب من التحت. انا من بعد ما دازت 10 دقائق قلبتها، الشكل ديالها بحال اي غريبه اخرى ديال الكاوكاو ولا ديال الكوك ولا ديال اللوز، كتكون رطبه بزاف وهشيشه لحقاش خدمنا الخليط مزيان. اما كون جينا غير نجمعوا الدقيق بطريقه عشوائيه من الديبار غتكون قاصحه غتشقق ولكن راه غتبقى قاصحه لحقاش غد الدقيق ما شاربش القوام ديالو. وكانت هذه النهايه ديال الفيديو ديالنا ديال اليوم، كنتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم. ما تنساونيش بلي لايك ودعم القناه باش نزيدو مازال القدام ونجيب لكم دائما الجديد. خليتكم هاد الساعه، بسلام عليكم.